احنا دلوقتي على مجمع مدارس في المرج على ارض الملكه نعمه عمه الملك فاروق، اللي هي استغل جزء من اراضيها اللي هي محيط المرج والمرج الجديده، وده جزء منها اتعمل عليه مدارس ثانوي بنات وابتدائي. قصر نعمه عمه الملك فاروق في منها الجزء اللي اتخصص للمدارس، وباقي الجزء اللي فاضل الجزء الاسد او جزء مطروح مهجور اتباع غبره لتجار المخدرات والبلطجيه، وجزء زراعي في بعض الزراعات او النوع الزرع النادر في مصر او غير موجود في دول تانيه، وده الجزء الفاضي. ومن هنا صور المدارس اللي احنا صورناه لمجمع المدارس البنين والبنات والابتدائي، وهنا ده جزء الباقي او في ظهر المدرسه من ارض الملكه نعمه، وده ما تبقى منها. يعني المساحه اللي احنا صورناها دي كلها هتبقى قد ايه؟ 14 فدان. 14 فدان فاضيه مهجوره. فاضيه مهجوره، والخوف منها جامد لان فيها ناس بتخش تدارى وناس بتحط فيها مخدرات وبيحط فيها كل شيء. القصر ده بتاع قصر نعمة هانم عمة الملك فاروق. القصر ده كان عبارة عن بستان جميل جدا، ولكن وصل لقنبلة بالنسبة للمرج الحديث. عبارة عن قنبلة موجودة للمرج. فيها ناس وحشة، فيها ناس مخدرات، يعني ناس بتشم بودرة بتجيبوا البنات يعملوا حاجات وحشة جوه.